عمرنا ما شوفنا حكيم عظيم زي ده قبل كده. ده كمان مش بنت بس، لا وجميلة وليها هالة ومعاها شمسية، وانضمت لمشهد في برنامج سوبر جيرل، واللي لما شافها موانغ ملك الشيطان الطور في تايوان بصلها بصدمة. سمعت انك لما تشرب بق من المشروب البارد ده ممكن يحصل لك ضغط اكتر. وفي الوقت ده جين سيون مي قطعت الشاش فورا، وكان على ايديها في جرح، وانتشرت ريحة زي التلج، والعرض رسميا بدأ. وما وانغ اللي كان قريب منها كان شامم ريحتها وما قدرش انه يتحمل، وعينه بقى لونها احمر، بس كان بيحاول يسيطر على نفسه، وانه لو اتحول لجن مش هيقدر انه يتكلم. وفي الاخر ضرب على الترابيزه جامد، وانغ طلع منه اشباح وما كانش قادر يتحمل اكتر من كده، وقال وهو متلجلج: نجحت. وبعدها بقى في ضجه، وبكده جين سيون مي خدت اللي هي عايزاه. وفي المره دي كانت عايزه تساله بوضوح، في الأساس من 20 سنة وهد شو خدعها وخلاها تطلق سراح سون أغونغ اللي هو الملك القرد، واللي بالصدفة عارف هوية جين سيون مي، واللي لو حلف الحظ هياكلها. ودلوقتي هي مضطرة تلاقي الملك الشيطان علشان يلاقي لها طريقة انها تحمي نفسها. وقال لها ما تفتكريش ان الملك الشيطان عنده بجد طريقة، وخدها لمحل بقلف الزاوية. هو والمديرة اللي هناك دخلوا وخدوا البضاعة، وجين سيون مي كانت بره وفتحت خزان المية. ما كانتش فاكرة ان هيظهر قدامها خيال ليها، هي والملك القرد سون أغون. ودخل لها تتخض وسألت: بتستخدموا المية دي في ايه؟ قال لها انهم بيستخدموها للتنبؤ بالمستقبل، وان اللي بتشوفيه هو الكارثة اللي على وشك انها تحصل. ودخل لها متوترة، هل هي حقيقة هتبوس الملك القرد؟ وفي الوقت ده الملك الشيطان خرج علشان يمشوا، وكان معاه علبة خشب قديمة، وقال لها الاسورة دي هي الحل. شكلها كان جميل، قال لها بمجرد انه ياخدها الملك القرد مش هيكون عنده اي طريقة انه يأذيها، بس ازاي هي ممكن تخليه ياخدها؟ وبسرعة كان عندها خطة، راحت له وقالت له ان هي كمان عايزة تموت. لو انت اديتني فرصة اننا نروح في ميعاد رومانسي بعد نص شهر هكون ليك. الملك القرد فكر ان ده سهل جدا، وفي يوم بالليل راحوا ياكلوا حاجة ويشربوا قهوة، وهما الاتنين كانوا مع بعض وشكلهم كان حلو جدا سوا. وتدريجيا الجو اللي بينهم اتغير، بس بعد المقابلة بتاعتهم جين سيون مي طلعت العلبة اللي فيها الإسورة. خد، أنا كنت عايزة أجرب إحساس إن أدي اللي بحبه هدية. لما شاف النظرة المخلصة اللي في عينها خدها منها. كان في واحد ومراته واخدين شقة جديد، وشافوا صورة على الحيطة فيها فستان فرح منفوش، ما فكروش كتير وكانوا عايزين يتبسطوا مع بعض في الشقة الجديدة. ولما مشي وقتها الصورة اتحركت، وبعد 3 ساعات البنت رجعت. ولما بصت للصورة الغريبة العروسة عينيها كانت مقفلة شوية، ازاي اتغيرت؟ وقربت تبص، قالت لها: تبدلي وتكوني انت العروسة؟ وتاني يوم الراجل راح الشركة وكان عاوز يعمل ايداع وانه مش عايز الشقة. جين سيون مي لما سمعت الكلام ده عرفت ان الشقة دي فيها مشكلة، وخدت اللي معاها وراحت للشقة. وبسرعة اكتشفت الصورة المختلفة، وواحدة واحدة قربت منها تبص، عين العروسة المرة دي فتحت، وفي لحظة سحبت جين سيون مي للصورة، وزميلها فضل يدور عليها وما لقاهاش، وخدوا الصورة ورجع بيها للشركة. في الوقت ده الملك القرد كان على الباب، والنص شهر كان خلاص عدى، وده كان وقت ان ياكلها. بس زميلها هو كمان ما كانش يعرف طريقها، وهم بيتكلموا الملك القرد سون أغون لاحظ الصورة اللي شكلها غريب، وان الصورة دي فيها شبح، فخد الصورة بسرعة ومشي وراح لجيو بلغي. وبمجرد انه شاف الصورة قال ان فيها فراغ زمني، لو هتنقذ اللي في الصورة لازم تروح للمكان اللي فيه الصورة، تدخل من الباب مجرد ما تاخد الصورة. وبلمح البصر الملك القرد راح للعالم التاني القديم، وسمع عن السبع اللي هيتجوزوا، عريس وسبع عرايس. وهو بيبص هناك راح للساحة، وبسرعة اتعرف ان في دخيل. العريس راح له وقال له: ممكن ما تعملش دوشة، ده عالمي اللي انا صنعه، لو اذيتني هنا انا هخليك تنهار. واللي عايز يمشي من الملك القرد قال له: أنا مش جاي علشان أسبب المتاعب، أنا جاي أخد شخص. وعلشان العريس مش عايز متاعب، جيون سيون مي طلعت لقدامه شكلها خد عقله. في الأساس هي ما كانتش عارفاه، فطلع لها الإسورة وقال لها: أنت شايفة؟ مش أنت اديتيني الهدية دي عشان تأكدي ليا مشاعرك؟ وهو بيقول لها كده لبس الإسورة في إيده. في المرة دي أخيرا عملت رد فعل ومسكت إيده، وكانت عايزة إنهم يمشوا سوا. بس وقت ما لفوا علشان يمشوا العريس فجأة شم ريحتها، فندم وما بقاش عايزها تمشي. الملك القرد ما كانش عايز يعمل مشاكل، فخدها وبدأوا يهربوا. وفي الوقت ده الملك الشيطان وجيوب الغيل اللي كان بينهم كراهية من زمان خططوا انهم يحرقوا الصورة ويخلوا الملك القرد محبوس في الفراغ الزمني ده على طول.
وبسرعة الملك القرد حس في حاجة مش طبيعية، الفراغ الزمني كان بيتحرق ومش هيقدر انه يخرج منه تاني. وفي الدقيقة الأخيرة الملك القرد استدعى الجينسي وميزا كيرتو واسمه ودهولها ورجعها من الفراغ الزمني. وبعد ما رجعت عرفت ان الملك القرد مرجعش معاها. جيوبا الغي قال لها ان الفراغ الزمني اتدمر وان الملك القرد مش هيقدر انه يظهر تاني، فرجعت لوحدها البيت وهي حاسة ان قلبها فاضي. كانت خايفة انه ياكلها وبدل ده اعتمدت عليه مرة تانية، وفجأة جت لها حيلة ممكن تقدر تنقذ بيها الملك القرد. فراحت للحديقة وطلعت سكينة صغيرة وفتحت كفاها وقطعته ببطء، ونزل منه الدم على العشب اللي في الأرض، وكانت عارفة ان ده هيجذب كل أشباح الليل ليها. وانتشرت ريحتها الجذابة في كل أنحاء المدينة، والغيوم حجبت ضوء القمر، والأشباح اتجمعت من جميع الجهات عليها مستنيين الفرصة. والجرح ما بطلش ينزف، في شبح شجاع قرب منها خطوة خطوة، وده خلى كتير من الأشباح يسحفوا رجلها، وإيديهم الجشعة كانت بتلمس جسمها. وفي الآخر وفي اللحظة المناسبة صرخت بصوت عالي وقالت ثلاث كلمات: سون أو غونغ، الملك القرد. وظهر ظل مضلم ببطء من ضوء القمر. الملك القرد رجع بسرعة طيران، وبضربة واحدة طيرهم من كل ناحية، وكانت مبسوطة ومصدومة، بس كانت الأشباح لسه بتتجمع. وهو لما شاف دمها اللي عمال بينزل من ايدها رفعه لفوق ووجهه بعيد عن الحديقة علشان يجذب الأشباح ليه بعيد. وبعدها مسك ايدها وبنفخة واحدة الجرح اتقفل. ده حرك مشاعرها وقالت له: انت جيت المرة دي علشان تحميني. المرة دي حرك راسه وقال حاجة أكبر: ايه اللي حصل؟ أنا مجنون بحبك. اتضح ان الإسورة دي في الأساس كانت متصنعة مخصوص، وقبل كده كانت خاتم مصمت وبيستخدم القلم علشان يسيطر على الناس، وهم دخلوا عليه تعديلات وحسنوه، وبكده هيخلي اللي يلبسها بيقع في حب المالك. ودخل لقلب الملك القرد يتعذب، من ناحية عايز ياكل جينس يومي، ومن ناحية تانية واقع في حبها. وقال لها: كان المفروض أروح لجيوب الغي، بس علشان بفكر فيك كتير مش قادر أحرك رجلي، حتى أني كنت عايز أبوسك أول ما شفتك. دخل لها خايفة جدا وهربت بعيد: أنت راحة فين؟ وبعد ما سابته: أنت. وفضل ماشي وراها، هو عايز يبوسها ويحضنها، وهي عايزاه يقلع الإسورة. فخد الكوفية بتاعتها يتدفى، ولما شافها سقعانة رجعها لها تاني تتدفى. مش مهم امتى نكون مع بعض، بس أنا هفضل أجري وراكي زي الكلب. ده مأخوذ من الدراما الكورية، بيحكي قصة حب سون أوغونغ الملك القرد وجين سيون مي. حلوة ومتلجة